حلقة في أجواء ساخنة وفي أجواء عاصفة، فقد تقرر اليوم توقيف الزميل أنس صويلح من مدعي عام عمان بتهمة يعني نشر مادة عن عمارة الموت أو عمارة الانتحار. وعندما نتحدث في هذا الصيف القائض عن ظاهرة الانتحار في الأردن فإننا يبدو أقرب إلى الانتحار. بالسياسة مش حابب وجع راسي ما بفهم، بالسياسة مش حابب وجع راسي. هل الانتحار بات ظاهرة أقرب إلى الفانتازيا في الأردن؟ لماذا يقدم شباب بعمر الورد على ظاهرة انتحار جماعي ثم يجري التأويل على صفحة دعت إلى الاعتصام من أجل مناقشة قضايا البطالة لدى جيل الشباب تنتهي بشنق دمية إلى أنها محاولة للانتحار الجماعي؟ هل صحيح كما تقول مصادر أمنية أن ظاهرة الانتحار يجري دعمها من قبل كيانات سياسية أو رؤوس داخل الدولة تحاول أن تقوم بتصفية حسابات بينها وبين الحكومة الحالية وبين المطبخ السياسي من أجل الضغط لتسريع عملية التغيير الحكومي وحل البرلمان، أم أن الظاهرة بريئة براءة شبابها وأعمارهم التي تقارب عمر الورد فقط؟ نروح بعيد مكان جديد مطرح ما في عين علينا. هذه الظواهر أو ظاهرة الانتحار الجماعي هي موضوع اشتباك مباشر اليوم. ننتظر آراءكم ومناقشاتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج 460-12-16 وعلى صفحة راديو البلد على الفيسبوك. الملفت أكثر أننا عندما طرحنا أن على ضيوف مقترحين أن يكونوا جزء من هذا الحوار، للأسف كثيرون يعني رفضوا أن يأتوا إلى الاستوديو، وقلة رغبت في الحوار على الهاتف. ولكن يبدو أن خبر توقيف الزميل أنس صويلح قد أبعد الناس أو أبعد كثيرين من علماء الاجتماع عن المناقشة، ظنا منهم أن الموضوع برمته ليس موضوعا قابلا للنشر والنقاش. للحوار عن الظاهرة وتفاصيلها ينضم إلينا الدكتور حسين الإخزاعي، دكتور علم الاجتماع، لمناقشة هذه الظاهرة. دكتور حسين مساء الخير. يا أميت مرحبا، وكل التحية والاعتزاز والفخر لكم أسرة راديو البلد بشكل عام، وإلك أستاذ عمر وهذا البرنامج بشكل خاص كل المحبة لكم. يا مرحبا. شكرا دكتور. يعني يبدو أن مسألة مناقشة ظاهرة الانتحار وأسبابها باتت ظاهرة مكرورة. الآن نحن أمام موجة من قد تكون أقرب إلى ظاهرة الفانتازيا من موجة الانتحار الجماعي، محاولات الانتحار، اختيار عمارة بعينها. يعني لماذا التركيز على هذه الظاهرة الآن؟ لماذا هذا البذخ الإعلامي في تغطية ظواهر الانتحار والترويج لهذه الظواهر؟
أستاذ عمر كلاب، كل الشكر لك يعني مرة ثانية أنك تناولت هذا الموضوع، وأنا بعرفك من خلال طروحاتك الجريئة دائما رح تعطينا مساحة كبيرة من الحرية تفضل أبدا بشكل صريح وواضح، وإحنا الآن أمام إذاعة مسموعة ولها صوت، وإن شاء الله بيسمعونا كل أبناء المجتمع الطيب وبيخطوا بكلامنا وبنصائحنا وبإرشاداتنا. القضية المهمة أخ عمر، يعني قبل ما أبدأ الإجابة على سؤالك، أنه القضية المهمة اللي بدي أوقف عندها أنه الانتحار سلوك منبوذ ومحرم دينا وعقلا وشرعا ومجتمعا، وكل الديانات السماوية طالبتنا بالحفاظ على أجسامنا وعلى أبداننا وعدم الإضرار بها أو تعريضها إلى الخطر، فما بالك للانتحار للموت؟ فهذا سلوك مرفوض. أنا بقول لكل أبناء المجتمع الآن، إحنا بنناقش قضية قد يكون في محرضات أو قد يكون في هناك أسباب ودوافع، ولكن هذه الأسباب والدوافع لا نريد منها أن ترسلنا أو أن خلينا نستسلم أمام يعني الانتحار وأمام قتل النفس وأمام كذا. إذا سمحت لي دكتور، أنا يعني المشكلة أنه يعني بات يعني حديثا معروفا قصة الموقف الديني والموقف الاجتماعي والسلوك بالانتحار. أنا بحكي عن ظاهرة جديدة اللي ظاهرة الإعلان الإشهار، يعني وكأنه يعني عمارة بعينها يختارها المنتحرون الذين لا ينتحرون، يعني بالنهاية ما حدا انتحر. هل نحن أمام ظاهرة تعريف بالذات أو ظاهرة إظهار الذات بطريقة جديدة؟ نعم، هنا أستاذ عمر خلينا أقول لك قضية مهمة. قضية المعروف يعني فعلا يعني كلامك الطيب وتحليلك الرائع، فعلا أنه الذي يريد أن ينتحر كان يسمى بالموت البطيء، يعني أنه الإنسان يختار هذا الطريقة أو الموت الهادئ، يختار طريقة معينة وكان ينتحر ولا أحد يسمع به ولا أحد يعرف به، لأنه هو كان يشعر بالخجل، يعني بدوش حدا يعرف فيه أو يشوف، فكان يشعر بالخجل ويبتعد عن المجتمع. الآن الإعلان عن الانتحار، يعني ما هي الأسباب اللي خلت هذا الموضوع أو خلت الانتحار يقوم به؟ القضية أخي عمر، أولا إحنا من 2008 لغاية الآن، يعني كان لغاية 2008 كان عدد حالات الانتحار في الأردن لا يتجاوز 20 حالة سنويا. الآن الحالات اللي سجلت السنة الماضية 100 حالة تقريبا، طبعا هذه حالات اللي خليني أقول إنه شخصت أو إنه بلغت الأجهزة المعنية عنها، سواء كانت الصحية أو الأمنية أو الدفاع المدني أو الجهات اللي تعاملت معها. الآن الارتفاع هذا يعني إلى 100 حالة في هذا الوقت، خمس أضعاف هذا كان من المفروض أنه إحنا نوقف عنده وندرسه، الكل يدرسه مش بس إحنا كمحللين وكباحثين ومتخصصين في العلوم الاجتماعية، لا أيضا الكل، يعني الدولة عليها أن تقف وأن تقول لماذا. يعني أنا بقول عن 100 حالة، يعني معنى ذلك هناك 100 فرد 100 إنسان في المجتمع وهؤلاء خسارة على المجتمع. الآن الإعلان، لماذا صار الإعلان أخي الكريم عن هذا الموضوع؟ وفي قضية لازم نفرق بينها برضو كمان أخ عمر، أنه محاولي الانتحار والانتحار. نعم. محاولي الانتحار، الآن احنا نتحدث عن محاولي الانتحار وليس عن الانتحار. الانتحار مية. نعم. خلاص الانتحار 100. احنا بالأردن عندنا مقابل كل حالة انتحار في 7 حالات محاولة انتحار. نعم. يعني في عندنا بالأردن من 500 إلى 700 محاولة انتحار سنويا. الآن محاولي الانتحار لماذا يقدمون على هذا الموضوع ولماذا يعلنون؟ أولا يقدمون على هذا الموضوع من أجل إرسال رسائل. ما هي الرسائل اللي بدهم يرسلوها؟ مش من فراغ، يعني لما الروح، أنا بنسميها الروح الجمعية، تجتمع بين 5 أشخاص أو 10 أو 100 على هدف معين أو على تحقيق شيء معين أو على سلوك معين، معنى ذلك أن هناك قضية معينة أو أن هناك موضوع معين بقى. الآن لماذا يقدم هؤلاء الشباب أولا على الانتحار أو على محاولة الانتحار؟ في عندك 3 أسباب مهمة. السبب الأولاني فقدان الثقة في المحيط اللي عايش حواليه. إلا الإنسان لما يفقد الثقة في أقرب الناس إله، سواء كانت الأسرة أو المجتمع اللي عايش حواليه، هذا بفقد الأمل في إيجاد حل للمشكلة اللي هو بيعاني منها. السبب الثاني فقدان الثقة في 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 المسؤولين في الدولة كدولة إنها تجد حل هذا الموضوع. أنا هنا بدي الدولة تسمعني، الدولة كحكومة، أنا الآن أتحدث صحيح. كمسؤولين عليهم أن يسمعوا بأن هؤلاء فاقدين الثقة بأن هناك حل
لمشكلتهم. وأنا أتحدث الآن عن مشكلة البطالة لأنهم هم الآن يصرحون بأن السبب الأقل بدنا فرص عمل. المحاولين يظهرون أن البطالة هم سبب الانتحار. هاي يعني هاي إذن السببين، السبب الأول اللي هو فقدان الثقة في المحيط اللي هو الأسري. السبب الثاني فقدان الثقة في الدولة أو فقدان الثقة في الحكومة في إيجاد حل لهم. والسبب الثالث والأخطر أخي الكريم، وهذا الذي يؤدي إلى الانتحار، سواء كان الانتحار أو محاولة الانتحار، اللي هو فقدان الثقة في المستقبل. هل الواحد لما يفقد الثقة انعدام الأمل وانعدام الأمل، وخاصة في بعض الناس صار لهم سنتين ثلاثة بلا شغل، فالآن إلى متى سينتظرون؟ إلى متى؟ هنا الآن تبدأ عندهم الأمراض النفسية، وخاصة الأمراض النفسية الشديدة، وأنا أتحدث عن الاكتئاب الشديد الآن. الاكتئاب الشديد الذي يعني كيف أنا بدي أوضحها للمواطنين اللي يسمعون الآن، الاكتئاب الشديد بمعنى أنك أنت ترى الدنيا أمامك سوداء، صحيح، بقعة سوداء ما في حل ولا في سكرت على رأينا الفلاحين. فأنا لما بتسكر معه فقدان ثقة في الدولة، فقدان ثقة في المستقبل، فقدان ثقة في الأسرة، ماذا سيفعل؟ سيستسلم لا المحرضات الأخرى اللي هي المحرضات النفسية والمحرضات الاقتصادية المحرضات الاجتماعية. وخاصة أخي عمر، تعرف أنت أنه موضوع البطالة، هذا الشخص العاطل عن العمل، نعم، الذي بلا عمل هو منبوذ من أهله، من أسرته، من المجتمع، صحيح، قيمته الاجتماعية تتدنى وبالتالي يشعر بالنقص. هو سيبقى في نظر الأسرة بأنه هو معال وليس معيل، وخاصة خريجي الجامعات. أنا أتحدث الآن عن 60,000 طالب يتخرجوا بكالوريوس من الجامعات الأردنية. أنا أتحدث عن تفضل. يعني في رأي يعني رسمي بقول لك إنه في وكأنه زي باتت هذه جزء من التصفيات السياسية بين أطياف اللعب السياسية. هل ممكن إنه في مجموعة تتجمع وتعلن عن نيتها الانتحار بتمويل سياسي أو لغرض سياسي أو لغاية سياسية؟ ممكن أحكي لك قضية أخ عمر، هي ممكن كبداية ظهرت، خلينا نتحدث بكل صراحة الآن كبداية ظهرت الشيء اللي ركز عليه الآن، اللي هي بداية أنه 5 شباب أجوا من محافظة عجلون وحاولوا الانتحار على دوار الداخلية من عمارة اللي نسميه إحنا عمارة المنتحرين هاي. بقول لك قصتها بعد شوية إذا في معنا وقت. طبعا. الآن هذول الشباب لا أولا لا هم منتسبين لا أحزاب سياسية ولا محسوبين على صالون سياسي ولا على رئيس وزراء سابق ولا على جهة معينة. الآن وظفت هذه القضية، قد يكون، وأنا هنا أنت بتعرف في عندك هذا مجتمع، وعندك مجتمع في مؤسسات مجتمع مدني، في أحزاب، في عندك أطياف، في عندك تنافس غير شريف، في عندك أمور كثيرة تحرض هؤلاء الشباب. الآن استغلت هذه الظاهرة أو هذا السلوك اللي من 5 شباب، وهي بالمناسبة لأول مرة يعني سلوك 5 شباب انتحار جماعي، قد تكون هي البداية اللي خلت أو لفتت نظر الناس اللي بدهم يشتغلوا في أمور سلبية ضد البلد، ضد تصفيات سياسية، تصفيات حكومية ممكن كمان، وخاصة أنه الآن أخي الكريم الكل يتحدث عن رحيل الحكومة، صحيح، وأن الحكومة راحلة ومجلس النواب راحل، فمعنى ذلك أنه خليهم يصفوا التصفية تكون تصفية نهائية، يعني بمعنى آخر أنه لا حلول نهائيا، أنه هاي الحكومة وصلت الناس تنتحر خلاص خليها تروح. أيوة، هو زي ما بيحكوها، يعني قد تكون وظفت، وإحنا لا نستبعد عادة في تحليلاتنا أي شيء، وخاصة إنه الآن الدعوات اللي على الفيسبوك اللي إحنا عمالنا منتابعها على المواقع إنه يوم 26 شهر بده يكون تجمع، فأنا بقول الآن هنا يعني هذا خطر جدا. هذا عملية تجمع من أجل الانتحار، هذا خطأ، هذا بيعطي صورة قاتمة أولا عن وضع البلد، يعطي صورة قاتمة عن إنجازات البلد، يعطي صورة قاتمة عن الإنسان الأردني. الإنسان الأردني معروف عنه هو إنسان صبور، هو إنسان معطاء، هو إنسان متمسك دائما في الأمل والمستقبل. يا دكتور شو صبور؟ بظل الصبر يعني الناس انتهت. صحيح، بس إحنا نتحدث أخ عمر، نتحدث عن قضية، أنا معك إنه الوضع يعني قل لك قديه بدنا نظل الراهن على فكرة صبور ومش صبور، ما كمان هذا له حدود. ما هو هون أنا الموضوع الآخر اللي كنت حابب أتحدث فيه يعني بعد شوي، إنه الآن إحنا نتحدث عن قيمة الصبر قيمة كبيرة جدا يجب أن لا ننساها على الإطلاق، وهي قيمة إيمانية
الدين يطالبنا بالصبر، وكلمة الصبر أصلا إذا بدأ تحدث عنها كلمة في القرآن وردت في القرآن الكريم 100 مرتين، لأن الله سبحانه وتعالى بشر الصابرين بالخير. فنحن لا يعني لا نفقد الأمل، ولكن هذا لا يعني أن الدولة لا تعمل ولا تشتغل ولا تقوم بعمل سياسات وبرامج من أجل دمج هؤلاء بالمجتمع وعدم تعطيل طاقاتهم وعدم تعطيل إبداعاتهم. دكتور أنت كنت بدك تقول لي عن قصة العمارة، ليش هاي العمارة تحديدا؟ لماذا هذا المبنى تحديدا؟ قصة العمارة يا سيد العزيز بال 2008 جاءت إحدى الفتيات إلى هذه العمارة وكانت تحت الإنشاء وقيد الإنشاء، وهذه الفتاة أعلنت وللمرة الأولى أعلنت بأنه هي سوف تنتحر من فوق هذه العمارة. نعم. الآن تجمع الناس طبعا، وهي أبلغت كانت اتصلت في التلفزيون الأردني أيامها أنه أنا بدي أنتحر وبدي أطلع على ظهر العمارة وأنه بدي أعمل كذا، وطبعا تم أخذ الاحتياطات اللازمة وكذا. فالآن منذ ذلك الوقت أطلق على هذه العمارة عمارة المنتحرين أو عمارة اللي بدون الناس ينتحروا. الآن الخطأ كان أنه هذيك العمارة أنه ما كان في لها باب مغلق وكانت تحت قيد الإنشاء، وكان أي إنسان ممكن، هي معروفة اللي هي على دوار الداخلية. نعم. فمن ذلك الوقت سميت في عمارة، ولم على فكرة بالمناسبة يا أخ عمر ولا واحد نط من فوقيها لعلمك. لذلك كله تلويح ولا واحد انتحر يعني. لا بالذات من فوق العمارة هاي ما حدش نط ولا حد انتحر، فهي زي مدرسة النجاح لم ينجح أحد يعني إذا بتتذكر هاي القصة. طيب هلا فإذا الآن نحن نقول كالتالي يا أخ عمر، هي من باب الأمانة. نعم. ونحن من خلال برنامجك ومن خلال أنت سمعتك الطيبة ما شاء الله عنك ووجودك في المجتمع الأردني بتعالج القضايا الحساسة دائما، احنا بنوجه رسالة الآن، هذولا بدهم يوجهوا رسالة. نعم. على الدولة أن لا تقف أو أن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه موضوع البطالة. البطالة موضوع مقلق، بيؤدي إلى أمراض كثيرة جدا، بيؤدي إلى قلق، إلى توتر، إلى نفور من الدولة، نفور من المجتمع، نفور من النفس، بيؤدي إلى الانتحار. احنا ما بنقول لك ما بتؤدي، الأرقام الرسمية اللي عندي 20% من المنتحرين السنة الماضية اللي نفذوا الانتحار وماتوا كانت لأسباب اقتصادية. الآن إحنا نقول كالتالي، وعلينا أنه نسمع هذا الكلام، علينا أن نبدأ بحلول، وخاصة أخي الكريم بأنه إحنا معترفين وجلالة الملك في كل الكتب التكليف السامي اللي وجهها لرؤساء الحكومات من سنة 2000 ولغاية الآن، وجلالة الملك يوعد الحكومات ويكلف الحكومات بمهمات، وأنا بالمناسبة بحب أذكر رئيس الحكومة والدولة بأنه كتاب التكليف السامي هذا مهم لكم، هذا واجب عليكم أن تنفذوه، هذا مش كتاب تشريف، لا هذا كتاب تكليف، اسمه التكليف بمعنى مهمة. الآن لم يقم ولا رئيس وزراء من سنة 2000 ولغاية الآن بحل مشكلة البطالة، بالعكس مشكلة البطالة تتفاقم يوم بعد يوم. نعم. وخاصة الآن في ظل ماذا؟ في ظل ازدياد عدد الخريجين من الجامعات، في ظل عدد الأعداد المتقدمين إلى طلبات الـ نعم. الـ 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 العمل. فإذا بما أن جلالة الملك أمد الله يعني بدل ما نفكر كيف نسكر العمارة إلى أن نعم. تعمل لأجل هذا، ما في حلول الآن، بالعكس الأرقام عمالها بتعطينا أشد خطورة. أعطيك نعم. بدي أعطيك أرقام ممكن أخي عمر، يعني ما ظلش معي بسرعة إذا أمكن. طيب خلينا هيك الدولة تفكر يعني، أو الحكومة الآن بما أنها حكومة اقتصادية يعني وهذا عتبنا عليها يعني إحنا إن هذه الحكومة فيها فريق اقتصادي، ولكن ما إحنا مش شايفين الاقتصاد بتحرك. نعم. الآن عندك 311,000 طلب في ديوان الخدمة المدنية. نعم. 60,000 طالب يتخرج من الجامعات سنويا. نعم. 70,000 طالب برصب بالتوجيه سنويا. صحيح. 10,000 متقاعد من الجيش ومن الجهاز المدني ينضمون إلى سوق العمل سنويا. نعم. فما معنى ذلك؟ أليست هذه خطورة؟ فإذن الآن أنا من خلال هذا البرنامج أنا ما بطالب الحكومة، الحكومة بتلعب بالوقت الضائع أو بدل الضائع، يعني زي ما كل المواطنين بيعرفوا هذا الكلام وما في إيش مخبأ. الآن أنا بطالب جلالة الملك سيدنا اللي هو إحنا إذا توجهنا لا نتوجه نعم. في البوصلة تبعتنا إلا باتجاه القصر، فهو المقر لنا وهو المستقر لنا وهو الحامل لنا. أنا بقول لجلالة الملك سيدنا الأردنيين بحبوك والأردنيين ملتفين حواليك وقيادتك بالنسبة لهم خط أحمر. الآن إحنا بحاجة إلى لجنة ملكية، وهذه اللجنة الملكية فورا تشكل
لحل وإيجاد حلول جلالة الملك يوجهها لإيجاد حلول جذرية لمشكلة الفقر والبطالة في الأردن. شكرا. لأن هذه الحكومة لم تفكر بتشكيل لجنة ولا حدا بفكر بتشكيل لجنة. شكرا. إحنا بدنا لجنة ملكية من ذوي الاختصاص تضع حد لمثل هذه القضايا المؤرقة في المجتمع. شكرا دكتور حسين الخزاعي دكتور علم الاجتماع على هذه الأراء القيمة وهذه الأرقام الصادمة للأسف. شكرا دكتور بارك حسين الله. وأستأذنكم أعزائي المشاهدين المستمعين في فاصل. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين، أعود إليكم في الجزء الثاني من اشتباك مباشر مع عمر كلاب، ونستكمل حوارنا حول ظاهرة الانتحار وانتقال هذه الظاهرة من الحالة الفردية إلى حالة الشو أوف إنجاز التعبير. المنتحر بالعادة كما يقول الدكتور حسين الخزاعي يلجأ إلى سلوك فردي ثم ينتحر، أما هذا القصة الموت المعلن كما قال الروائي يعني جبرائيل ماركيز في أحد الروايات قصة موت معلن، والغريب أن عمارة الموت أو عمارة الانتحار المشهورة على دوار الداخلية ما زالت قيد الإنشاء منذ سنوات طويلة، وما زالت هذه العمارة تجذب يعني مروجي الانتحار والراغبين بالانتحار. ينضم إلينا عبر الهاتف خالد بيك أبو زيد محافظ العاصمة. مساء الخير خالد بيك. مساء الخير محترم، كيف حالك؟ الله يخليك، أهلا وسهلا فيك على راديو البلد. بيك يعني أنت تعلم أن هذه العمارة منذ سنوات وهي تشكل مصدر قلق اجتماعي وقلق أمني، يعني كل واحد بده ينتحر بيجيب هالكاميرات وكأنه صار الأردن فضاء حيوي للانتحار. ما هي الإجراءات يعني قانون السلام العامة لديك مجموعة قوانين؟ خليني أقول لك أول شيء، معناش أستاذ عدنان اسم عمارة الموت مين مات فيها؟ هي ولا حدا، بس هيك يعني اسم صار على المواقع التواصل. طيب. تعرف علي حال العمارة هاي بالذات مبنية من فترة يمكن حوالي 7-8 سنوات، وإحنا آخر فترة كان في عليها إشكال إنشائي. نعم. نسقنا مع أخواننا بمحافظ بالأمانة وتم إكمال خلينا نقول إجراءات الترخيص. نعم. تم إجراءات الآن متواصل إحنا ووكيل صاحبها مش في البلد. نعم. وكيل صاحبها حدا اسمه أو محامي اسمه صفوان الناصر، فرتبنا مع بعض إنه يوم الاثنين القادم يكون شغل بلشان فيها أو بسكرها يوم الاثنين القادم. نعم. أنا نحكي اليوم الآن اليوم الثلاثة، يعني مهلة أسبوع الاثنين، لا أعطيته مهلة أسبوعين أنا. نعم. أسبوع يعني الاثنين القادم بيكون يا أما مغلقها مسكرها مزبوط أو بلشان إنشاء فيها مشان نكملها. نعم. يصير عمارة محترمة مثل العمارات البني آدمين اللي الموازي لها، لأنه هي قريبة عليك يعني أنت وياها جيران. هي خالد هي بجنبه خالد أنباء. نعم. جنب الريجنسي، يعني بدها تكون عمارة محترمة لأنها أحد مداخل العاصمة نقول الرئيسية. نعم. سيدي ابدا احنا بودك انه يوم الاثنين يكون عندي اجراء، يا اما بتكون مغلقه مشان ما يدخلش فيها حدا من هالشباب اللي بيجوا، او انه يكون بلش فيها الاجراءات مشان يستكمل كمان الاجراءات بناءها. طب كمحافظ يعني محافظ العاصمه، ونحن نعلم يعني المحافظه هي انت مندوب جلاله الملك او ممثل جلاله الملك في العاصمه الحبيبه عمان، شو الاجراءات يعني بتلتقي هالشباب اللي بيحاولوا عطوفتك بتحكي معهم؟ ما في حدا الا بنلتقي معهم، مرات في حدا بيكون على اقامه جبريه بده يرفعها، مرات عن حاله عاطل على عمل، الشباب اللي اجوا محافظه عجلون مش من عندنا، مش نعم. محافظه العاصمه واجوا يعني يظهر انه الجماعه كيف اللي بدهم يشيروا حالهم بس بالطريقه الغلط مش صح. على اي حال يعني اكيد احنا بناخذ كل المعلومات اللي عندهم وبنحاول نوجههم، بنمرر المعلومات للناس المعنيين بالضبط شو قصتهم هذول بالذات، واعتقد انه يعني انا اي حد بيجي مشان هيك قصه هو بيكون عنده قصة غير قصة الشغل، غير قصة الشغلة اللي هو جاي مشانها. نعم. مشكلتنا هون انه لما حدا يجي بده يعني بحكي تعال كل الناس بتتجمع، يعني احيانا بتحس انه عنده قصة نفسية بنبسط لما يكون الناس موجودين وتحتي وكذا. لكن على اي حال يعني العمارة هاي بالذات بلاش انا
راح ننهي موضوعها ان شاء الله. هذا مهم يعني. بس انت خالد بيك يعني بتشير لمؤشر صعب انه معظم اللي بيقدموا على هذه لديهم مطالب مخفية غير المطالب المعلنة عنها. خلينا اقول لك يعني هو كل واحد بده يجي على المؤخذ. احنا عندنا بحدود يمكن 300,000 طلب مقدم بديوان الخدمة المدنية. نعم. يعني لو كل هذول 300 بدهم يجوا ويعملوا زي هيك بصرش في قصة، بطلنا نصير بني ادمين احنا. صحيح. معروف عندنا انه احنا دولة حضارية وشعبنا حضاري. صحيح. هذه مش طريقة صح للتعبير عن الشغلات اللي بدي اياها. بعدين بتعرف استاذ عمر احنا كتبنا مفتوحه، تعال قول لي شو اللي بدك اياه. احنا مش ممكن نشكل باب لوجه واحد طالب عمل بنشوف. بعدين انا اقول لك شغله واحده، خلينا نطلع على الخط كويس. انت بتقول عن البطاله، احنا عندنا 600 عامل وافد صاروا مليونيريه، تطلع معنا بالمليارات تخش للعمل الصبر من عندنا لجهات ثانيه، واحنا قاعدين بنقول احنا بطيء عاطينا العمل. هذا اللي لازم نتجاوزه. ما بديش حدا يسمعني على ذاته ويقول الله هذا المحافظ بنظر، بس اكيد احنا لازم نتفقد حالنا كويس. نعم. طب عطوفتك يعني كثير بما انك يعني صرت معنا، كثير الناس بتشكي من اجراءات احيانا المحافظ يتعسف فيها، المحافظ يعني يفعل كثيرا قانون منع الجرائم. هل يعني لدينا تعسف تحديدا حيال الحركيين الجدد او يعني تعسف حيال المشاهد الأخيرة اللي بنشوفها من البسطات من في مخيم الوحدات؟ خليني أقول لك يعني كيف اللي انت صار متحيرين بين هذا وبين هذا. نعم. يعني احنا قبل ما نجيب البسطات اللي بالوحدات طلعوا التجار اعتصموا على مشان البسطات، بدهم يشيل البسطات بنفس الموضوع. احنا الآن نروح مر عند اخواننا مخيم الوحدات، الآن بتلاقي تقدر تفوت بسيارتك بأريحيتك بترتيباتك. نعم. احنا كمان بدي اقول لك بكره كمان عندنا اجراءات كمان بمخيم الحسين، لانه كل الناس بيشكوا هناك من البسطات وخايفين انه بنباع داخل البسطات شغلات مش صح، سواء كان من هذا السلاح الابيض هذه سكين. نعم. ومش عارف شو زائد شيء معلومات انه فيه مخدرات بنباع فيها كمان. نعم. بيهمنا مواطننا كمان. صحيح. الطفل الصغير ما ينحرف علي حل. احنا ضد البيع العشوائي بس مش تعسف، احنا بيهمنا النظام. الآن ما يتعرف يمكن أنا حكيت مع حضرتك شخصي مشان في هذا الموضوع، أنت بتعرف إنه إحنا بنشد على إيدك وداعمين. الآن في عنا ترتيبات مع. نعم. إخواننا بالذات شو الفلسطينية مشان نرفع عدد الشباب اللي أصحاب بسطات من مخيم وحدات ل 130 بسطة، وهذا الحكي كانوا 28 وهو بس عشان لا كانوا 28 وهذا مو حكي مش منطقي. الآن 130 سيكون 130 وراح. نعم. يكون في ترتيبات لهم إن شاء الله قبل رمضان راح يكون كل حد بمكان إن شاء الله. يعني عطوفة المحافظ العاصمي خالد بيك أبو زيد، شكرا لك على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات. شكرا لك حبيبي. إذن يعني كما سمعنا من محافظ العاصمي، الاثنين القادم ما يطلق عليها النشطاء اسم عمارة الموت ستكون إما قيد التنفيذ الإجرائي والتشطيبات وأن تنضم إلى العمارات المجاورة كعمارة مأهولة و جاهز للسكن أو للاستخدامات اللي مستخدمة من أجلها، أو سيتم إغلاقها بالكامل لدرء هذه الأزمة. أيضا الحالة التي يتحدث عنها محافظ العاصمة أن كثير من المحاولي الانتحار بالمجمل لديهم طلبات غير الطلبات المعلنة. 311 ألف طلب عند ديوان الخدمة المدنية، إذا كل 311 بدهم يصيروا يروحوا يعني لحل مشاكلهم يقدموا على محاولة الانتحار، قصة صعبة. سميرة ديات إذا ما بتعملي لك شوية موسيقى نخفف شوي ثم نحاول أن نعاود الحوار. أنت ما بتشبهني أبدا، ما بتشبهني بشي بصراحة يا حبيبي، نسيتك ما عاد يجمعنا شي بالماضي، يمكن حبيتك لكن هلا ولا شي. بصراحة فكرت كتير وعذبتني أفكار، شو يعني عذبتني أفكاري، شو يعني معقول يصير هيدا هو قراري. عمري حرقت وعحسابك حضورك أقسى من غيابك، سكر قلبك وبوابك مش حاسس بشي. عمري حرقت وعحسابك حضورك أقسى من غيابك، سكر قلبك وبوابك مش حاسس بشي.
أكرر الترحيب بكم أعزائي المستمعين. يعني استمعنا إلى آراء من محافظ العاصمة، استمعنا إلى آراء من دكتور حسين الخزاعي. حقيقة الأرقام التي بين أيدينا صادمة. الاسترخاء الحكومي غير المفهوم، هذا الرفاه اللي بتمارس فيه الحكومة عملها أو تصديها لهذه الظواهر كمان حالة مقلقة، وتشي بأن آخر همها الناس. بنحكي عن 311 ألف طلب في ديوان الخدمة المدنية، بنحكي عن 60 ألف طالب شاب خريج كل سنة من الجامعات الأردنية، بنحكي عن 70 ألف طالب لا يحالفهم الحظ في الثانوية العامة، بنحكي عن 10,000 متقاعد مبكر أو من اللي بيدخلوا يعني بيخرجوا من التقاعد إلى سوق العمل سواء من المؤسسات العسكرية أو المؤسسات المدنية الأخرى. بنحكي عن حوالي 500,000 مواطن الأمل لديهم ضيق، المستقبل بالنسبة لهم كثير أسود، مش كثير متفائلين بالحياة القادمة، وبالتالي هذا بدفع عندهم إما الروح الانتحارية. لما بنقول 100 قضية سنوية تنجح في الانتحار مقابل من 500 إلى 700 سنويا ما بتنجح، هذه كلها أرقام صادمة، أرقام مقلقة. معظم الذين يقدمون على الانتحار للأسف هم شباب في عمر الورد، نادر ما نشوف يعني حدا مش من هذا الجيل. حتى يعني حتى خلينا نخفف شوي على المستمع، زمان كانوا المنتحرين جزء منهم حبيبة وعشاق، حتى هذول العشاق سميرة بتضحك ما عادوا ينتحروا، يعني حتى الانتحار صار كله قضايا. المحافظ أيضا يصدمنا أكثر عندما يقول أن هناك من أصحاب القيود والإقامات الجبرية من يحاول الانتحار للضغط على المحافظ لإلغاء القرار، يعني جملة من محاولات الشهرة أو الشهرة السلبية يلجأ إليها شبابنا نتيجة غياب الأمل. كل هذا يمكن أن يوضع تحت عنوان عريض: الشارع الأردني، كثير من الشباب الأردني يعاني من فقدان الأمل. أنا بتمنى الدولة تفكر بعمق في هذه القضية. ليس سهل أن يقدم إنسان على إنهاء حياته، اللي بده ينهي حياته ممكن كمان تستقطبه جهات إرهابية متطرفة فيصبح قادرا على إنهاء حياته وحياة آخرين. لا نتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة، ولكن الجوع كافر والفقر أكثر كفرا. يعني نتمنى من مؤسسات الدولة، المجتمع المدني، الكل يقف موقف واضح. سؤال كبير عن البطالة والأزمة اللي بتحرك سلوك الانتحار، يقابلها بالمقابل تصريحات لوزير العمل عمى ضونا فيها ويقولنا عينت 40,000 وشكلت 30,000. الزملاء في جريدة الغد نجحوا في يعني تحقيق لطيف انه كل هذه الارقام كاذبة وكل هذه الارقام تفتقر الى الدقة. يعني ظواهر بدها وقفة، ظواهر تدلل على ان الحكومة لا تكتفي فقط بتغييب الحل بل تغييب المعلومة أيضا، وكأنها تخفي لديها الكثير، وبالتالي بدال المشكلة بصير عندنا مشكلتين، لأنه مشكلة البطالة قائمة ومشكلة إخفاء البطالة بصير عندنا مشكلتين مش مشكلة واحدة، وبالتالي تتفاقم الأزمة وبتتفاقم المعاناة عند الناس وبترتفع نفسية الإحباط التي تفضي إلى يعني حلول غير منطقية غير إنسانية، ليس أولها الانتحار ولا آخرها الانضواء تحت يعني رايات القتل والإرهاب. كل اللي قاعد بصير يخلق بيئة حاضنة لإدارة الظهر للدولة. لما بدير المواطن ظهره للدولة في مسافة فارغة الطبيعة لا تقبل الفراغ، يمكن أن يملأها أي أحد، أي شخص، أي تيار، أي تفكير، أي حدا بيقدر يعبي الفراغ الناجم بين المواطن والدولة. وللأسف الدولة تسترخي وتقدم أرقام كاذبة.
يعني بدي أشكر زميلتي من الهندسة الإذاعية سميرة ديات على كسر حدة الموضوع الذي نناقشه بهذه الأغاني الراقية. يعني الورد أكيد هو دليل على الحياة، دليل على الإقبال، دليل على استقبال الحياة بصدر مفتوح، ولكن نتمنى أن يكون هذا هو الواقع العملي لحياة الأردنيين. للآن لا جديد عن توقيف الزميل أنس الصويلح في سجن ماركا بقرار من المدعي العام بعد شكوى تقدم بها صاحب العمارة على دوار الداخلية، عمارة الموت أو عمارة الانتحار أو الموقع الجاذب أو الانتحار كافيه إنجاز التعبير، لأنه موديل كافيهات كمان في الأردن، فصار ممكن يصير عندنا كافيه للانتحار على ظاهر هذه العمارة. للآن للأسف لم يرد جديد حول تكفيل زميلنا أنس الصويلح القضاء والتقاضي حق مشروع للجميع، ولكن التوقيف عقوبة استباقية لا يمكن أن نوافق عليها ولا يمكن أن نقبلها. نتمنى الحرية للزميل أنس الصويلح، ونتمنى الحرية لكل الموقوفين على قضايا رأي مهما كانت هذه القضية، لأن الرأي يقابل بالرأي، الرأي لا يقابل بالقمع وحجز الحرية. هذه العمارة يقر المحافظ بأن فيها أزمة بدليل أنهم أعطوها مهلة حتى يوم الاثنين القادم. هل عندما ننادي ب يعني وقف هذا المكان أو على الأقل تجهيزه بشكل لائق بنكون غلطنا؟ صحيح أنه العمارة مش هي السبب ولا هي المشكلة، المشكلة أعمق وأكبر. المشكلة أنه كل الدولة تدير ظهرها ولا تستمع إلى صوت الشباب الذي يقدم كل يوم على التعبير عن حاله بطريقة مختلفة، سواء كانت الطريقة إيجابية أو سلبية. الظهور مهم، عرض المشكلة مهم. صحيح احنا ضد أن تعرض المشاكل والأزمات بهذه الطريقة الفجة، بهذه الطريقة المؤلمة، بهذه الطريقة الموجعة. لا نريد لشاب أن يعرض قضيته عن طريق الانتحار، ولكن لز الناس على الحيط، عدم استيعاب همومهم، عدم إيجاد عدالة واضحة، عدم إيجاد أفق لكثير من الشباب بالقطع سيدفعهم إلى التفكير بالتعبير عن حالهم بطريقة سلبية. كثير من الظواهر الاجتماعية في بلادنا بدها قراية، بدها وقفة. اليوم صفحة على الفيسبوك للانتحار، بكرة صفحة على الفيسبوك بجوز لإشي تاني ما بنعرف. ولكن هذه الأجيال التي تعاني، هذه الأجيال التي لا تجد من يستمع إليها، غياب في البرنامج الحكومي للشباب، غياب في البرنامج الشبابي لدى الأحزاب، في النقابات، في مؤسسات المجتمع المدني، الشباب لا يجدوا فرصة للتعبير عن ذاتهم سوى بإلقاء الضوء على قضاياهم بطريقة قد تكون يعني مرفوضة وغير مقبولة، ولكن على الأقل هم يجتهدوا في إظهار قضاياهم. نتمنى عليهم اتباع أساليب أكثر إنسانية، أكثر عدالة في التعبير عن قضاياهم، ونتمنى من الجميع أن يلتفت إلى غضب الشباب، لأنه للآن غضب عفيف وجميل، ونخشى أن ينقلب إلى غضب لا يبقي ولا يذر. هذا كل ما لدي في هذه الحلقة من اشتباك مباشر، ألقاكم على خير يوم الأحد القادم على نفس الموعد. تحياتي وتحيات الزميلة من الهندسة الإذاعية سميرة ديات، ألقاكم على خير.